من كان مريضا بالسكر فالحقيقة الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم يقول سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين مساكين. مريض السكر إن كان مرضه مزمنا فعليه الفدية، يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يصوم، وإن كان مرضه يرجى برؤه فإنه يفطر عليه القضاء. ولا أنصحه بالصيام، جرح علي رضي الله عنه في أصبعه فأفطر، جرح كذا في الأصبع فأفطر. اقبلوا رخصة الله يا أخي، ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. الناس يعني صعب عليها أن تقبل هدية الله، لو أنا أعطيك هدية تأخذها وأنت فرح، فكيف بهدية الله؟ ويعطيك أجر الصيام لأنه يعلم نيتك وأنك حزين أنك لم تصم، فإنه يعطيك في مرضك نفس أجر العبادة وأنت صحيح كما ورد في الحديث. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. أنا أذن في نفس الموضوع المرضع والحامل، إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر ووضع الصوم عن الحامل والمرضع. أقول ما قاله ابن عباس وابن مسعود وأظن ابن عمر كذلك، المفطر المرضع والحامل تفديان ولا قضاء عليهما، وبعض أهل العلم المحققين يقول حتى الفدية غير مطلوبة، لأن الله يقول وضع، والذي وضعه الله كيف نجعل له عوض أو بديل؟ ولكن نقول حتى نتحقق من المسألة يعني في أشد حالاتها الفدية ليس عليه صيام.